اهلا وسهلا بحضراتكم، معكم دكتور محمد عبد القادر. هنكمل الجزء بتاع الـ Unlabeled Immunoassay، وهنتكلم في الموضوع بتاعنا النهارده عن الاجلوتينيشن. طيب ببساطه، ايه اللي بيفرق الاجلوتينيشن عن البريسبتيشن اللي اتكلمنا عنها في المرات اللي فاتت؟ ان الاجلوتينيشن ده تفاعل بيؤدي الى فيزيبل كلامبنج لما بيكون عندي الانتيجين انسولوبل، لكن البريسبتيشن ده لو في حاله الانتيجين سولوبل، تمام؟ والانسولوبل انتيجين او بنسميه البارتيكوليت انتيجين اللي بيعمل اجلوتينيشن كولد اجلوتينوجين، لما بيتفاعل مع انتي بودي اللي هو اسمه اجلوتينين، ده بيؤدي الى فيزيبل كلامبنج والعمليه اسمها اجلوتينيشن. ايه امثله على الانسولوبل او البارتيكوليت انتيجين؟ ممكن انتيجين اتاتشد على سطح بكتيريال سيل، او انتيجين اتاتشد على الاريثروسايت كرات الدم الحمراء، او انا ممكن اعمل سينستيك انتيجين هو بيكون سولوبل وبلزقه على سطح اللاتكس بيد علشان اكبر حجمه واخليه انسولوبل. فلما بيتفاعل الانتيجين اللي هو حجمه كبير اتاتشد على سيل او على بارتيكل، بيبدأ يحصل الفيزيبل كلامبنج اللي هو التقطيع، ده اللي بنسميه في الحالة ديت الاجلوتينيشن. وده طبعا شكله على سلايد، ده شكل البوزيتيف اجلوتينيشن وده النيجاتيف اجلوتينيشن. واشهر مثال للاجلوتينيشن اللي هي التفاعل اللي ما بيتم ما بين فصيلة بتاعت كرات الدم الحمراء زي الـ A او الـ B جروب مع الـ Anti A او الـ Anti B، ده بيؤدي الى فيزيبل كلامبنج، وفي الحالة ديت التفاعل بنسميه اجلوتينيشن، لان الراسب هنا بيكون حجمه كبير مقارنة بالبريسبتيشن في حالة السولوبل انتيجين. طيب الاجلوتينيشن علشان يحصل ده عبارة عن تو فيس رياكشن، بيؤدي في الاخر لتكوين الفيزيبل اجلوتينيت اللي هي الستيبل لارج لاتس نتورك زي ما احنا شايفين. اول فيس ده اسمه سنسيتايزيشن، ببساطة اللي بيحصل انتي بودي مولوكيول بينتراكت على الانتيجين سايتس اللي هي الايبيتوبس بتاعه البارتيكوليت انتيجين اللي هو الانسولوبل انتيجين، وبيؤدي الى انتيجين انتي بودي رياكشن، ولكن ستيل ذير از نو فيزيبل كلامبنج. اللي بيحصل الخطوه الثانيه ان بيحصل ري ارينجمنت، يبدا الانتي بودي يعمل كروس لينك مع الانتيجين سايتس، وبيؤدي في الاخر الى تكوين لارج لاتس كومبلكس اللي هو عن طريق الكروس لينكينج انتي بودي اللي احنا شايفينها، وده اللي بيؤدي الى visible agglutination. في some factors can influence the agglutination reaction. بعض العوامل ممكن تسرع العملية بتاعت الاجلوتينيشن وبين الراسب اوضح. طبعا رقم واحد concentration بتاع الانتيجين والانتي بودي، واتفقنا ان علشان يتكون عندي insoluble complex لازم يبقى عندي equimolar ratio ما بين الانتيجين والانتي بودي، والتفاعل ده بيحصل زي ما شفنا في الكوانتيتيف بريسبتين كيرف بتاع هيدلبرجر وكندال، بيتم عند زون اوف ايكويفالنس لما يكون في كميات بروبر بروبورشن متكافئه ما بين الانتيجين والانتي بودي. الحاجه الثانيه، العامل الثاني اللي بيسرع الاجلوتينيشن نوع الانتي بودي، بمعنى ان اكيد لو انا عندي انتي بودي حجمه كبير زي المالتي فيلنت اي جي ام مقارنه بالاي جي جي، الاي جي ام ده عنده 10 باراتوبس يعني عنده 10 بايندنج سايت، فيقدر يعمل مور افكتيف بايندنج او كروس لينكينج مقارنه بالاي جي جي. وبالتالي لو انا بستخدم اي جي ام الاجلوتينيشن هنا هيبقى مور سنسيتيف وهيبقى اقوى من الاجلوتينيشن باستخدام انتي بودي عنده 2 سايتس اونلي. الفاكتور الثالث البي اتش، وزي ما احنا عارفين ان التفاعل ده بيتم ما بين انتيجين وانتي بودي وطبيعته بروتين، فعلشان الرياكشن ده بيتم بيعتمد على ناتشرال افينيتي، والناتشرال افينيتي دي ممكن تبقى داخل فيها هيدروجين بوندنج وايونيك انتر اكشن، وبالتالي الاوبتيمم بي اتش اللي بتسمح للبروبر ايونيزيشن ستيت ما بين الانتيجين والانتي بودي ان هي تمسك وتبايند مع بعض عند بي اتش ما بين 6.5 ل 7.5، يعني اولموست الفسيولوجيكال بي اتش. الفاكتور رقم 4 تمبريتشر، وعندي الاي جي جي انتي بودي ده بيعمل بيست اجلوتينيشن عند درجه حراره ما بين 30 37 درجه، لكن الاي جي ام لان اصلا حجمه كبير فانا مش محتاج ادي له حركه بزياده، يعني الاي جي ام مش محتاج تمبريتشر زياده لان هو اوريدي حجمه كبير وعنده 10 بايندنج سايتس،
وبالتالي ممكن يكفي درجة حرارة ما بين 4 degree to 27 degree Celsius for agglutination. وبالتالي النقطة رقم 5 أو العامل الخامس اللي هي الموشن، يعني التفاعل اللي عندي لو أنا عملت شيكنج أو الستيرنج أو سنتريفيوجيشن، لو أنا زودت الموشن الحركة ده أنا بزود فرصة الكونتاكت ما بين الأنتيجين والأنتي بودي، وبالتالي this heighten the agglutination أو بيبين الأجلوتينيشن أوضح. طيب there is other factors can enhance الأجلوتينيشن، ولكن الفاكتورز ديت بتعتمد على ان الانسولوبل انتيجين يكون اتاتشد على سيل لايك الريد بلاد سيل. والفاكتورز ديت رقم واحد ممكن ازود الفيسكوستي، يعني ازود اللزوجه بتاعت كرات الدم الحمراء، فبقرب الخلايا من بعض بان انا استخدم سيرتن دي هايدريتنج ايجنت لايك تكستران والبولي ايثيلين جلايكول. دول بيعملوا ايه؟ بينزعوا جدار الميه اللي حوالين كرات الدم الحمراء، فبيريموف او بيريديوس الهايدريشن شيل فروم اراوند الريد سيل، وبالتالي بيدي فرصه لان الريد بلاد سيل تبقى كلوز تو ايتش اذر، ويزود البروكسيميتي علشان الانتي بودي يعمل كروس لينكينج بسهوله ما بين الانتيجين اللي على كرات الدم الحمراء، ويزود عمليه الاجلوتينيشن. الفاكتور الثاني مجموعه من الانزيمز لايك البرومالين والتريبسين، ودي بتعمل ايه؟ طبعا انتوا عارفين كرات الدم الحمراء زي اي خلايا بيبقى عليها كيميكال جروب بتديها النيجاتيف تشارج، والنيجاتيف تشارج دي بتعمل عمليه ريبالشن. فانا لو استخدمت انزيم لايك البرومالين والتريبسين ده بيقدر يعمل ريموفال او كليفج للكيميكال جروب، وبالتالي يقلل السيرفيس تشارج اللي هي الزيتا بوتنشال، وبالتبعيه يقلل الديجري اوف ريبالشن، وده بيزود البروكسيميتي وبيفيفور الاجلوتينيشن. طيب خطوات الاجلوتينيشن، انا ممكن الاجلوتينيشن ديت اعملها باكتر من طريقه. ممكن اعملها على سلايد، ودي اسمها سلايد اجلوتينيشن تيست، زي بالظبط تحليل الفصيله. انا بحط نقطه دم، الدم ديت بيبقى فيها كرات دم حمراء ايا كان نوع الفصيله ايه، وبحط عليها انتي بودي معين. فزي مثلا حاطط انتي اي، لو الفصيله ديت فيها اي جروب يبدا الانتي بودي يمسك مع الاي جروب اللي على الريد بلاد سيل، ويحصل عمليه الاجلوتينيشن زي ما واضح عندكم. طيب لو الفصيله ديت ما عليهاش الاي جروب وحطيت الانتي بودي، ده الشكل بتاع النيجاتيف اجلوتينيشن، وبالتالي التفاعل ده بنسميه سلايد اجلوتينيشن لان انا بعمله على سلايد. انا ممكن اعمل اجلوتينيشن في تيست تيوب، وهنا انا بستخدمها اكتر فور كوانتيفيكيشن. كوانتيفيكيشن انا لو عايز اعين تركيز انتيجين معين، تمام، بحط تركيزات من الستاندردز، وعندي مثلا الانتيجين بتاعي بعمل منه تخفيفات واشوف مين اقل تخفيف هيديني نتيجه بوزيتيف، وده اللي هنتكلم عنه في السلايدز اللي جايه. طبعا انا بشتغل هنا في تيوب، فبنسميه تيوب اجلوتينيشن. ولكن التيوب اجلوتينيشن ده فيه واحده من الديس ادفانتج، ان انا بحتاج هنا لارج فوليوم من الريجنت. فمع التطور التكنولوجي احنا بدانا نشوف نوع تاني من الاجلوتينيشن بنسميه مايكرو ويل بليت، ان انا بجيب بليتس. البليتس ده بيبقى فيه ويل صغيره جدا اقدر استخدمه علشان اوفركم الديس ادفانتج بتاعت اللارج فوليوم اوف ريجنت، وبنسمي التكنيك ده مايكرو ويل بليت اجلوتينيشن تيست. طيب السلايد اجلوتينيشن تيست الميزه بتاعته ان هو فيري رابيد. انا الاجلوتينيشن عندي الريزلت بتاعتي بتطلع في خلال مينتس اور ايفن سكند. والتيست ده مشكلته ان هو نوت سنسيتيف مقارنه بالتيوب او المايكرو تايتريشن اور مايكرو ويل بليت. والميثود بتاعته انفولف ان انا بعمل ميكسنج للانديلوتد بيشنت سامبل والانتيجين على جلاس سلايد او على بليت، وبعد كده ابدا اعمل اللي احنا قلنا عليها اللي هي الموشن عن طريق روتيشن او اجيتيشن. ابدا احرك البليت حركه دائريه بايديا، وابدا ابص على الاجلوتينيشن في خلال ماكسيمم 2 مينتس اشوف اذا كان في اجلوتينيشن بوزيتيف ولا نيجاتيف. طيب من احد الابلكيشن بتاعت السلايد اجلوتينيشن تيست، تيست مشهور جدا في الاجلوتينيشن اسمه فيدال تيست، وده نسبه لاسم العالم، وده بيكشف على سيرم انتي بودي اجينست نوع من البكتيريا اسمها سالمونيلا تايفي وبارا تايفي.
فببساطة السالمونيلا تايفي ديت بتبقى بكتيريا عليها على السيرفس انتيجين يا او يا اتش، والبارا تايفي عندها يا انتيجين اي اتش يا بي اتش. فاحنا بنعمل ايه؟ انا بجيب البيشنت سيرم اللي هو عنده الانتي بادي، وانا عندي اربع انواع مختلفين من الانتيجين، دولت بيبقوا في صوره ريجنت، بحط دروب من السيرم انتي بادي على دروب من الانتيجين ريجنت. لو الانتي بادي ده موجود بيتفاعل مع الانتيجين اللي على السالمونيلا ويبدا يدي اجلوتينيشن. طيب انا لو لقيت ان في مثلا انتي بادي موجود لواحد من الاربعه انتيجين، ببدا اعمل انذر تيست اللي هو التيوب تيست علشان اشوف التركيز بتاع الانتي بادي في السيرم قد ايه، وده اللي برضه هنشوفه في الرياكشنز اللي جايه. والتيست ده اسمه فيدال تيست. التيست الثاني المشهور جدا اللي هو الاي بي او بلاد جروبنج، زي ما قلنا ان انا بدور في البيشنت سامبل على بلاد جروب انتيجين سواء اي او بي او اي بي او او باستخدام سبيسيفيك انتي بادي. تمام. النوع الثاني اللي هو التيوب اجلوتينيشن، ودوت بيكون مشكلته انه بيشتغل او بحتاج لارج فوليوم من الفلويد ريجنت، طبعا مور سنسيتيف ذان السلايد، بقدر استخدمه فور كوانتيفيكيشن يعني علشان اعين كميه الانتي بادي اللي في السيرم اجينست سيرتن مايكروب. والتيست ده ببساطه انا بستخدم ايه؟ انا سيف في السلايد اللي هو السكريننج تيست، انا لقيت فيه عندي انتي بادي السالمونيلا تايفي وليكن او انتيجين، ببدا اجيب الانتي بادي واعمل سيريال دايليوشن من السيرم اللي هو فيه الانتي بادي، وبحط ميكسنج مع فيكسد فوليوم من الانتيجين اللي هو الانتيجين اللي كان طالع لي بوزيتيف في السلايد زي الاو انتيجين بتاع السالمونيلا تايفي، وابدا اعمل انكيوبيشن للتيست تيوب ديت فور سيرتن تايم اوفر نايت، واشوف مين اكتر تخفيف من السيرم اللي ادى فيزيبل اجلوتينيشن، وده بنسميه السيرم تيتر. تمام. والتيست هنا بنسميه كوانتيتيف فيدال تيوب تيست او البروسيلا تيوب تيست. التتر ده بيريفير لي الكونسنتريشن بتاع الانتي بادي، كل ما يزيد التتر كل لما يكون الانتي بادي كونسنتريشن اعلى. وتعريف التتر هنا اللي هو اكتر تخفيف من السيرم سامبل ذات جيف بوزيتيف ريزلتس. طيب ده السلايد دي بتبين لنا ازاي نقدر نعمل سيريال دايليوشن واقدر احصل على التتر. وزي ما اتفقنا السيريال دايليوشن ده بيتعمل لما يكون البيشنت سيرم ادى في السلايد اجلوتينيشن تيست بوزيتيف مع واحد من الانتيجنز اللي احنا كنا بندور عليها بتاعه فور اكزامبل السالمونيلا تايفي. تمام. فسي مثلا كان ادى بوزيتيف مع السالمونيلا تايفي او، فانا ببدا اجيب البيشنت سيرم اللي هو فيه الانتي بادي واعمل منه سيريال دايليوشن، واحط على كل تيست تيوب كونستنت اماونت من الريجنت اللي هو الانتيجين اللي فيه سالمونيلا تايفي او فور اكزامبل. تمام. بعمل ازاي سيريال دايليوشن؟ بجيب تيست تيوب وارقمها من 1 ل 8، واجي على التيست تيوب الاولانيه احط 1.9 ملي سالاين، انا ده اللي بستخدمه، ده الديلوانت اللي بستخدمه في التخفيف، وعلى باقي التيست تيوب بحط 1 ملي من السالاين. تمام. واجي على التيست تيوب الاولانيه احط عليها السيرم اللي فيه الانتي بادي احط 0.1 ملي، كده انا خدت السيرم اللي فيه الانتي بادي وخففته بسالاين. التخفيف معامل التخفيف ده عباره عن فاينل فوليوم على انيشال فوليوم، الفاينل فوليوم كام ملي؟ 2 ملي، والانيشال فوليوم 0.1 ملي، فالديليشن فاكتور 2 على 1 من 10 يعني 20. يبقى انا كده خففت الانتي بادي بتاعي من 1 ل 20 مره، والتتر معناه ان انا خففت 20 مره، يبقى ده اسمه التتر. طيب التست تيوب بعمل ميكسنج كويس، واجي اعمل ايه؟ انقل 1 مللي من التست تيوب الاولانيه على التست تيوب الثانيه. كده انا عملت ايه؟ خدت 1 مللي من 1 مللي من الانتي بادي او من السيرم اللي هو ديليوتد 20، خففته ب 1 مللي ديلوانت، يعني انا كده خففت الضعف. تمام. يعني ال 20 ده اتخففت الضعف، بقت اتخففت كده 40 مره. بعد كده اعمل ميكس واخد من ال 2 مللي اللي هنا 1 مللي وانقلها على التست تيوب اللي بعدها. هنقل 1 مللي من المخفف كام؟ 40 مره، واحط على 1 مللي من السالاين
كده انا خففت برضو ال 40 ده الضعف بقى 80، 1 ل 80، وبعد كده اخد 1 مللي من الانتي بادي او السيرم المخفف 80 مره، واحط عليه 1 مللي واحطه على 1 مللي من الديلوانت من السالاين، كده هيبقى السيرم ده تخفف الضعف، يعني ال 80 بقى 160. هاجي بعد كده اخد 1 مللي من المخفف 160 مره واحطه على 1 مللي من الديلوانت، كده خففته برضو الضعف بقى 320 and so on. كده اللي بعديها تخفف لكام؟ 640، واللي بعديها 1280. يبقى انا عملت سيريال ديليوشن، تركيزات او تخفيفات من الانتي بادي. التخفيف الاولاني مخفف 20 مره، الثاني 40 مره، بعدين 80، 160، 320، 640، وبعدين 1280. واجي على تيست تيوب رقم 7، اخد ال 1 مللي، اخد ال 1 مللي اللي انا حطيته، هيبقى كده توتال 2 مللي، اخد اخر 1 مللي وارميه بره، تمام؟ يبقى انا كده عملت سيريال ديليوشن. طيب التست تيوب رقم 8 دي اللي بيبقى فيها النيجاتيف كنترول، يعني بيبقى عباره عن، طيب التست تيوب رقم 8 دي النيجاتيف كنترول اللي هي فيها 1 مللي سلايم من غير الانتي بادي او السيرم. كده عملت سيريال ديليوشن، ابدا على كل التست تيوب احط فيكسد اماونت او كونستنت اماونت من الانتيجين واعمل انكيوبيشن واشوف. طيب بعد ما عملنا انكيوبيشن ده شكل الريزلت اللي ممكن تطلع لي. طبعا عندي اول تيوب اللي كان فيها الانتي بادي دايلوتد 20 مره من 1 ل 20، التيوب الثانيه الانتي بادي مخفف من 1 ل 40، ولو بصينا هنا الاجلوتينيشن مدي بوزيتيف وهنا مدي بوزيتيف عند تخفيف 1 ل 140، سوري 1 ل 40، وهنا برضو مدي بوزيتيف لما كنت مخفف 1 ل 80، وعند 1 ل 160 مدي بوزيتيف، عند 1 ل 320 مش مدي. وبالتالي الهايست دايليوشن اوف انتي بادي، اعلى تخفيف من السيرم انتي بادي اللي بيدي بوزيتيف اجلوتينيشن، هو 1 على 160، وده اللي هنسميه التتر. التتر هنا هو ريسيبروكال اوف ماكسيمم دايليوشن اوف سيرم ذات جيف فيزيبل اجلوتينيشن، يعني الانتي بادي التتر هنسميه مقلوب ال 1 على 160 يبقى 160، ده بيدينا انديكيشن على كميه الانتي بادي اللي موجوده في السيرم. التكنيك الثالث ده مايكرو تايتريشن اجلوتينيشن تيست، او بنسميه مايكرو ويل اسي، وده بيبقى فيه ميزه عن التيست تيوب اجلوتينيشن او التيوب اجلوتينيشن، ان هو بيكاري اوت يوزنج سمول فوليوم من الريجنت ومن الانتي بادي سيرم. انا اقدر اعمل لارج نمبر اوف سامبل بير فيريوس دايليوشن ان وان بليت ات وان تايم، والبوزيتيف ريزلت هنا بيبان في صوره يو شيبد اجلوتينيشن ان مايكرو ويل. والتيست ده ريبليسد التيوب اجلوتينيشن لان هو مور سنسيتيف وطبعا مور ايكونوميكال اقتصادي واسهل ان انا اعمله، بيحتاج كميه اقل من الريجنت وبيدي كويكر ريزلت في خلال انكيوبيشن قليل مقارنه بالتيوب اجلوتينيشن تيست. نيجي نشوف الاجلوتينيشن رياكشن، انا ممكن اقسمها لكواليتيتيف او كوانتيتيف. وكواليتيتيف ديت لو انا بشتغل على سلايد اجلوتينيشن تيست، لكن كوانتيتيف لو انا بشتغل بتيوب او بمايكرو ويل بليتس وبطلع التتر اللي اتكلمنا عنه. بالنسبه لانواع الاجلوتينيشن، انا هنا بعمل تايبس للاجلوتينيشن تيست على حسب الميكانيزم اوف رياكشن. الاجلوتينيشن عندي هنتكلم على 5 انواع: اكتيف او دايركت اجلوتينيشن، هنتكلم على باسيف او اندايركت اجلوتينيشن، وريفرس باسيف، واجلوتينيشن انهبيشن تيست، و انتي جلوبولين ميديتد اجلوتينيشن تيست. نبدا واحد واحد ونتكلم على كل برنسبل وايه هي اليوزز او الابلكيشن بتاعت كل تكنيك في الاجلوتينيشن تيست ديت. طيب التكنيك الاولاني في الاجلوتينيشن اسمه اكتيف او دايركت اجلوتينيشن تيست، وهنا نوع الانتيجين او البرنسبل بتاع التكنيك ان الانسولوبل انتيجين بيكون ناتشرالي اتاتشد على سيل زي البكتيريا او الفانجس او الريد بلاد سيل، والانسولوبل انتيجين ده كان بي دايركتلي اجلوتينيتد بسبيسيفيك انتي بادي بيؤدي الى فيزيبل اجلوتينيشن. لما نيجي نقارن التكنيك الاولاني ده بالسكند تكنيك زي الباسيف او اللي بنسميه اندايركت، في السكند تكنيك الانتيجين بيكون طبيعته سولوبل، فانا بحتاج اعمل اكسترا ستيب ان انا الزقه على باسيف كارير زي
ريد بلاد سيل او على لاتكس، فبحوله انسولوبل اندايركت علشان يتفاعل، فعشان كده بنسميه باسيف او اندايركت. لكن هنا الانتيجين ناتشرالي بيكون انسولوبل وبيتفاعل دايركتلي مع الانتي بودي. انا ممكن استخدم الاكتيف او الدايركت اجلوتينيشن تو ديتكت ايذر انتيجين اور انتي بودي. فلو جينا اتكلمنا على مجموعه من الابلكيشن بتاعت الدايركت اجلوتينيشن، رقم واحد انا ممكن استخدمه عشان اعين سيرتن مايكروب موجوده في بكتيريال كالتشر زي سالمونيلا اللي مسؤوله عن مرض التايفويد فيفر، او البورديتيلا بيرتيوسز اللي هي مسؤوله عن مرض البيرتيوسز، او الووبين كاف اللي هو السعال الديكي. ببساطه البكتيريا كولوني دي بتبقى موجوده في كالتشر انا عايز ادور عليها، فانا بستخدم سبيسيفيك انتي بودي. الانتي بودي او الانتي مايكروبيال انتي بودي بيأتاتش على انسولوبل انتيجين على سطح البكتيريا وبيؤدي الى اجلوتينيشن. يبقى هنا العمليه ديت بتتم دايركت، ان انا بجيب سبيسيفيك انتي مايكروبيال انتي بودي بيدايركت انتر اكت مع انسولوبل انتيجين موجود على سطح البكتيريا، وده واحد من الامثله بتاعت الاكتيف او الباسيف. وهنا انا بدور على انتيجين بالاستخدام الاولاني. طيب الاستخدام الثاني انا ممكن ادور كمان على سبيسيفيك انتي بودي لو بيشنت جاي وعنده مثلا تايفويد فيفر او عنده حمى، فانا عايز اعرف السخونيه اللي عنده دي ممكن تكون من احد اسبابها السالمونيلا تايفي او البارا تايفي. فبعمل ايه؟ بشوف بعمل ديتكشن سبيسيفيك انتي بودي في السيروم اجينست مايكروبيال انفكشن. فده شكل السالمونيلا، السالمونيلا تايفي بكتيريا بيبقى عندها على الانتيجين سيرفيس، على السيرفيس في عندها انتيجين او او انتيجين اتش. الانتيجين او ده اللي هو المسؤول عن اللايبوبوليساكرايد اللي هو السيل وول، والانتيجين اتش ده اللي هو مسؤول عن الفلاجيلم. فانا بدور في السيرم على انتي بودي للميكروبس ديت او للانتيجين اللي هو الانسولوبل. هنا انا بدور على انتي بودي باستخدام ريجنت. الريجنت ده بيحتوي على انسولوبل سواء انتيجين او او انتيجين اتش. طيب وكمان في نوع تاني من السالمونيلا اسمها سالمونيلا بارا تايفي، بيبقى عندها الانتيجين بتاعها اي اتش او بي اتش. فانا عندي اربع انواع من الانتيجين بستخدمهم في صوره ريجنت. الريجنت الاولاني اللي هو مثلا سي في الانتيجين او اللي هو الانسولوبل، الريجنت الثاني مثلا انتيجين اتش، الريجنت الثالث انتيجين اي اتش بتاع السالمونيلا بارا تايفي، والرابع انتيجين بي اتش. وابدا احط على كل ريجنت من دولت السيرم اللي انا بدور فيه على الانتي بودي بس، واعمل ميكسنج. طبعا ده النيجاتيف كنترول وده البوزيتيف كنترول، تمام، واعمل ميكسنج. وبعد الميكس اشوف انه اجلوتينيشن حصل. فلو جينا بصينا هنا لقينا الاجلوتينيشن حصل زي ما انتم شايفين النقط او التقطيع، ده معناه في فيزيبل كلامبنج او بوزيتيف اجلوتينيشن في الاو والاتش. يبقى البيشنت ده عنده بوزيتيف اجلوتينيشن وعنده انتي بودي لسالمونيلا تايفي او وسالمونيلا تايفي اتش، تمام. والتيست ده بيبقى سلايد تيست، سلايد فيدال سلايد تيست. طبعا فيدال ده اسم العالم اللي هو عمل التيست دوت، وده سكريننج تيست. انا لقيت سي عنده انتي بودي للانتيجين او والانتيجين اتش، ابدا اعمل السكند تيستنج اللي اتكلمنا عنه قبل كده، لان لكل انتي بودي ابدا اعمل سيريال دايليوشن من السيرم واشوف مين اكتر تخفيف ادى بوزيتيف اجلوتينيشن، هو ده اللي بنسميه التتر. فانا ما ينفعش اعمل التتر من اول مره لان انا هستهلك كميه ريجنت كتير. انا هعمل التتر للاو والاتش والاي اتش والبي اتش، وافرض مثلا في الاول الاي اتش والبي اتش كان مديه نيجاتيف، ففي الحاله ديت يبقى المفروض ان انا ما هقدرش الايجنت واعمل تتر للنيجاتيف ريزلت. انا بعمل تتر للبوزيتيف ريزلت علشان اعين تركيز الانتي بودي بس في السيرم. ده another use for direct agglutination، ان انا بعمل detection لل ABO blood grouping وبنسميه direct heme agglutination، لان بيحصل agglutination على ال red blood cell. وده ببساطه انا بدور على الفصيله. هنا الفصيله ديت عباره عن insoluble antigen موجود على كرات الدم الحمراء naturally، وانا بستخدم عليها specific antibody يا اما anti A يا اما anti B. فلو الشخص ده الفصيله بتاعته A وحطيت له anti A بيحصل اجلوتينيشن، وزي ما انتم شايفين ده الفيزيبل كلامبنج.
لكن لو حطيت له انتي بي هنا نو اجلوتينيشن، يبقى انا كده قدرت اقول ان الشخص ده عنده البلاد جروب ايه. طيب لو الشخص ده عنده بلاد جروب بي، هاجي لما حطيت نقطة بلاد اللي فيها الفصيلة بي وحطيت لها انتي ايه ما حصلش اجلوتينيشن، لكن هنا البلاد جروب بي او الريد بلاد سيل عليها بلاد جروب بي حطيت لها انتي بي ادى بوزيتيف اجلوتينيشن. الشخص اللي عنده الريد بلاد سيل عليها بلاد جروب A و B اللي هو الفصيلة A B في الحالة دي هيحصل اجلوتينيشن مع انتي A ومع انتي B، لكن الشخص اللي عنده تايب O بلاد جروب في الحالة دي نيجاتيف اجلوتينيشن باي يوزنج انتي A اند انتي B. تمام، بالتالي انا كده قدرت استخدم الاجلوتينيشن تيست تو ديتيرمين الاي بي او بلاد جروبنج. السكند تايب اوف اجلوتينيشن كولد باسيف اور اندايركت اجلوتينيشن تيست، وانا هنا بيكون عندي الانتيجين سولوبل وانا ببدا اعمل كوتنج للانتيجين دوت على سيرفيس اوف باسيف كارير انرت بارتكل زي بوليستيرين لاتكس، بنتونايت زي المونيوم سيليكيت، تشاركول، اي انرت ماتيريال بحيث ان الانتيجين ده يغطي الانرت ماتيريال حجمه يبقى كبير ويتحول من سولوبل لان سولوبل بطريقه باسيف او بطريقه اندايركت. وكمان انا ممكن اجيب الانتيجين ده واحطه على باسيف كارير زي شيب اريثروسايت يعني كرات دم حمراء، فانا حولت الانتيجين ده بطريقه اندايركت من سولوبل انتيجين لو شكله باين اهو سولوبل الى انسولوبل انتيجين. تمام، والانسولوبل انتيجين ده بيبقى عباره عن ريجنت انا بستخدمه وابدا استخدمه عشان ادور بيه على مين انتي بودي، عشان ادور على سبيسيفيك انتي بودي في البيشنت سيرم. تمام، لو الانتي بودي موجود بيتفاعل مع الانسولوبل انتيجين وبيدي بوزيتيف اجلوتينيشن، يبقى الباسيف او الاندايركت انا ما بعرفش استخدمه غير علشان اعمل ديتكشن للانتي بودي اونلي اللي بيكون الانتيجين بتاعها انسولوبل بطبيعته. طيب اللي بيحصل ايه؟ ان انا بجيب البيشنت سيرم واعمل له ميكسنج مع سبيسيفيك ريجنت، الريجنت ده عباره عن indirect insoluble antigen attached على red blood cell او على latex. لو السيرم ده فيه antibody بيتفاعل مع ال insoluble antigen reagent وبيدي visible clumping او positive. لو السيرم ما فيهوش antibody وبالتالي هيبقى no agglutination و no visible clumping يتكون عندي. ايه استخدامات؟ او طبعا ببساطه هنا ده diagram بيبين خطوات ال indirect agglutination. الخطوة الأولانية ديت الشركة اللي بتحضرها لي إن هي بيبقى الأنتيجين سولوبل بتلزقه على بارتيكل ولا لايك ريد بلاد سيل أور لاتكس فتحوله بطريقة إندايركت من سولوبل إلى إنسولوبل أنتيجين بس. والخطوة دي اللي إحنا بنشتغلها في المعمل إن أنا بجيب الأنتيجين اللي هو اللي على باسيف كارير أو الإندايركت أنتيجين إنسولوبل وأحط عليه سيرم تيست سيرم اللي بدور فيه على الانتي بودي، لو موجود بيبدا يحصل كروس لينك ويتكون الفيزيبل كلامبنج اللي هو الاجلوتينيشن. طيب في نوعين من الباسيف اجلوتينيشن تيست، الانواع بتاعتها بتختلف على حسب نوع الانرت كارير اللي انا الشركه بتلزقه او بتعمل كوتنج بيه للانتيجين. فيا اما ان انا استخدم ريثروسايت ريد بلاد سيل بنسميه باسيف او اندايركت هيم اجلوتينيشن، او بستخدم انرت لاتكس زي البنتونايت او التشاركول او البوليستايرين لاتكس ودي بنسميها باسيف لاتكس اجلوتينيشن. لو بستخدم الاندايركت هيم اجلوتينيشن الشركه بتجيب الريد بلاد سيل زي بتاعه الشيب وتبدا تعمل لها معالجه تريتمنت بتانيك او بفورمالين علشان تسمح للادزوربشن بتاع سيرتن سولوبل انتيجين او بروتين انتيجين انا محتاج ان انا ادور على الانتي بودي بتاعه. وممكن نفس الكلام بس بدل ما بلزق الانتيجين على ريد بلاد سيل الزقها على لاتكس وفي الحاله دي بنسميه باسيف لاتكس اجلوتينيشن. ايه هي الابلكيشن بتاعت الباسيف او الاندايركت؟ رقم واحد انا طبعا بستخدم التكنيك ده علشان ادور على انتي بودي بس بالانتيجين بتاعه يكون سولوبل. تمام، ففي الحاله ديت اللي بيحصل ايه؟ زي ما اتفقنا الشركه بتجيب السولوبل انتيجين ده وبتحطه على انرت ماتيريال علشان تحوله لانسولوبل ونستخدمه كريجنت علشان ادور بيه على الانتي بودي. اول استخدام ان انا بدور بيه على انتي بودي لنوع من الميكروب اسمه الميكروب السبحي.
تمام، دي نوع من البكتيريا اسمها جروب A ستريبتوكوكس بكتيريا. البكتيريا ديت بتفرز نوع من الانتيجين اسمه ستريبتولايت لايسين انتيجين او انتيجين، تمام. الانتيجين ده سولوبل، فببساطه اللي بيحصل ايه، الشركه بتجيب لي الكيت، الكيت ديت بيبقى السولوبل ستريبتولايسين او انتيجين، بيبقى كوتد او اتاتشد على اللاتكس بارتيكل، تمام، وبستخدمه علشان ادور على الانتي بادي بتاع الميكروب ده اللي هو الانتي ستريبتولايسين او انتي بادي، بنسمي التيست ده اي اس او تيست، تمام. انا بعين هنا وجود الانتي ستريبتولايسين او انتي بادي، تمام، وده واحد من اشهر اللاتكس تيست اللي بنسميه الاي اس او تيست. وده التيست ده بعمله لما يكون طفل او شخص يجي له احتقان في الزور مستمر ومع سخونيه، في الحاله ديت الواحد بيشك ان هي ميكروب سبحي، فيبدا الدكتور يطلب تحليل الاي اس او تيست. احنا بنعمل ايه في المعمل؟ بجيب البيشنت سيرم اللي انا ما اعرفش اذا كان عنده الانتي بادي بتاع الميكروب السبحي ولا لا، وابدا احط عليه ريجنت، الريجنت ده بيبقى لاتكس كوتد بي سولوبل ستريبتولايسين او. لو حصل اجلوتينيشن يبقى ده عنده الميكروب، وطبعا الميكروب ده من احد اخطر الميكروبس اللي جسمنا ما بيعرفش يعمل لها ايراديكيشن، ولو اتثابت على اللونج تيرم بتعمل روماتيك فيفر وبنسميها حمى روماتيزميه. وهنا في كده نوت، الروماتيك فيفر ده ديزيز بيديفلوب في خلال 2 to 4 ويكس افتر انفكشن ويز ستريبتوكوكس بكتيريا. طبعا الميكروب السبحي ده سبحي علشان ستريبتوكوكس من تحت الميكروسكوب شكله عامل زي السبحه، والميكروب ده التارجت بتاعه بيكون الثروت وبيعمل ثور ثروت احتقان في الزور، والاعراض بتاعته بالاضافه للثور ثروت في فيفر بينفول جوينت وفي انفولانتري ماسل موفمنت. ولقوا عند 50% من البيشنت اللي بيحصل لهم انفكشن بالميكروب السبحي ممكن يجي لهم مشاكل في القلب ويحصل دامج للهارت فالف صمامات القلب، وبنسمي الحاله دي روماتيك هارت ديزيز. ودي بتحصل لما البيشنت بيتعرض لريبيتد اتاكس، وسام تايمز ممكن تحصل افتر وان انفكشن يعني. طيب اللي بيفسر الميكانيزم بتاع ازاي ان في بعض البيشنت ممكن الروماتيك فيفر تقلب عندهم لروماتيك هارت ديزيز روماتيزم في القلب، لقوا ان عند بعض الناس بيحصل برودكشن لمجموعه من الانتي بادي بتهاجم البكتيريا، وللاسف في بعض الانتيجين على سطح الجروب A ستريبتوكوكس بكتيريا بتشبه انتيجين موجود على صمامات القلب، ونتيجه الموليكولر ميميكري يعني تشابه الاستراكشر الانتي بادي ما بيعرفش يفرق ما بين الانتيجين اللي على البكتيريا والانتيجين على صمامات القلب، فبيحصل كروس رياكتيفيتي ويبدا الانتي بادي يهاجم الاون تيشو اللي هي الهارت فالف ويؤدي الى روماتيك هارت ديزيز. عشان كده البيشنت اللي بيبقى عنده الستريب ثروت اللي هو احتقان في الزور نتيجه الستريبتوكوكس على طول بنبدا نديله انتي بايوتيك زي البنسلين علشان اقلل الريسك بتاع حدوث الروماتيك فيفر والروماتيك هارت ديزيز. والبيشنت ده لازم ياخد برولونجد بيريود من الانتي بايوتيك ده علشان امنع الاكتيفيشن بتاع البيشنت اميون سيستم وتكوين الاوتو انتي بادي، وبالتبعيه امنع الروماتيك هارت ديزيز انه يحصل. لكن عند بعض البيشنت لو ما اتعالجتش وعلى اللونج تيرم وانس ان حصل روماتيك هارت ديزيز في الحاله كده التريتمنت بتبقى مور ديفيكالت وبيحتاج يغير صمامات القلب وبيحتاج فالف ريبليسمنت سيرجري. طبعا عشان كده بنبين ان مدى اهميه ان انا اكشف على وجود الميكروب السبحي ده، وفي العلم مقوله مهمه early diagnosis good prognosis، يعني اكتشاف مبكر لاي مرض بتبقى استجابه جيده للعلاج. الاستخدام الثاني لل indirect الاندايركت اجلوتينيشن او الباسيف، ان في بعض البيشنت عندهم اوتو اميون ديزيز اسمها سيستميك ليوباس اريثيماتوزيس، دي بالعربي اسمها الذئبه الحمراء. البيشنت ده بيحصل عندهم ان جهاز المناعه بيروح يكون اوتو انتي بادي اجينست مجموعه من السيلف انتيجنز في الجسم، واحده منها ان ممكن يكون اوتو انتي بادي اجينست النيوكليار بروتين اللي هي البروتينات بتاعه النواه. طبعا النيوكليار بروتين ديت سولوبل، فانا عايز اكشف على الاوتو انتي بادي اللي هي الانتي نيوكليار انتي بادي،
تمام against the soluble nuclear protein. اعمل ايه؟ بجيب ال soluble nuclear protein ده الشركه بتديهولي بيبقى attached على لاتكس بارتيكل، وبجيب البيشنت سيرم عايز اعرف عنده الاي ان ايه ولا لا. لو حصل ان اجلوتينيشن حصل يبقى ده معناه ان هو عنده الاي ان اي، وده معناه ان هو عنده اوتو اميون اس ال اي اللي هي الذئبه الحمراء. طبعا بنسميها ليوباس اريثيماتوزيس لان المرض ده نتيجه ان هو بيهاجم الجسم وواحد من التارجت تيشو اللي هو الجلد، فناتج الهجوم ده بيحصل تاكل في الجلد واحمراريه، عشان كده بنشبهها بالذئبه، ونتيجه الاحمراريه فبنسميها اريثيماتوزيس. وده ممكن يصيب اكتر من سيستم زي السكين والكيدني، علشان كده بنسميه سيستميك. طيب الاستخدام الاخير للباسيف اجلوتينيشن ان انا بستخدمه علشان اعين الروماتويد فاكتور. ايه الروماتويد فاكتور ده؟ ببساطه في بعض الناس اللي بيبقى عندها مرض اسمه روماتويد ارثرايتس اللي هو التهاب المفاصل، ونوت بي كونفيوزد ويز روماتيك فيفر. روماتيك فيفر ده بتاع الميكروب السبحي، لكن الروماتويد ارثرايتس ده مرض التهاب مفاصل. بيبقى بعض الناس بيحصل عندهم انتاج لاوتو انتي بودي من نوع اي جي ام، شايفين طبعا الاي جي ام اللي هو الديكافيلنت اللي عنده 10 باراتوب. الاوتو انتي بودي ده بيهاجم سولوبل انتيجين بروتين اللي هو الاي جي جي، يعني الاوتو انتي بودي ده من نوع الاي جي ام بيهاجم اي جي جي بروتين، تمام؟ و بنسمي الاي جي ام دوت روماتويد فاكتور. طيب انا علشان اعين الروماتويد فاكتور الانتيجين بتاعه ده عباره عن سولوبل اي جي جي انتي بادي، يعني خلي بالك الانتي بادي هنا اللي من نوع اي جي جي ده هيبقى هو الانتيجين بتاع الاي جي ام، بس الانتي بادي ده سولوبل. ففي الحاله دي انا محتاج ايه؟ اجيب السولوبل انتي بادي ده والزقه على لاتكس بارتيكل زي ما انتم شايفين، اللي بالجرين ده هو السولوبل انتي بودي من نوع الاي جي جي، تمام؟ الشركه بتلزقه لي على لاتكس بارتيكل، وبنستخدمه كاري ايجنت علشان ادور في السيرم على الروماتويد فاكتور اللي هو الاي جي ام. لو موجود بيحصل الانتر اكشن وبيكون بوزيتيف اجلوتينيشن، ولو الشركه لزقت لي الانتي بودي على اللاتكس بنسمي التيست ده روماتويد فاكتور تيست. طبعا انا ممكن بدل ما الاي جي جي اللي هو في الدياجرام الثاني اللي على اليمين ده اللي هو الاي جي جي هنا باللون الازرق، بدل ما الزقه على لاتكس لا انا ممكن الزقه على اريثروسايت الريد بلاد سيل، تمام؟ والشركه تحضر لي الريجنت عباره عن اي جي جي اتاتشد على ريد بلاد سيل، والراجل اللي عمل التيست ده اسمه روز وولر فسميناه روز وولر تيست، تمام؟ يبقى ببساطة الفرق بين الروماتويد فاكتور تيست والروز وولر تيست الاتنين زي بعض، بس الفارق ان الاي جي جي هنا اتاتشد على لاتكس وهنا الاي جي جي اتاتشد على ريد بلاد سيل، تمام؟ وفي الحالة دي بدور في البيشنت سيرم لو عنده اي جي ام اجينست الاي جي جي يبدأ يحصل اجلوتينيشن. وطبعا الروز وولر بيبقى مور سنسيتيف عن الروماتويد فاكتور، لان الاي جي جي لما بيبقى لازق على كرية دم حمراء بيبقى حجمه اكبر بكتير جدا من ان انا لزقه على لاتكس، وبالتالي يبقى الرصب هنا بيدي رصب اوضح، تمام؟ فدول تو تيست. طبعا الروز وولر بيبقى اغلى سنه من الروماتويد فاكتور، والدكتور بيطلب التيست ده او التيست ده، بس طبعا تبقى عارف ان الروز وولر ده مور سنسيتيف، الاثنين بيدوروا على الاي جي ام اللي هو الروماتويد فاكتور، تمام؟ مع اختلاف نوع الريجنت اي جي جي على لاتكس ولا بستخدم اي جي جي على اريثروسايت. كده احنا خلصنا الباسيف اجلوتينيشن تيست.